الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، سعيد بوجودي معكم الليلة، وأرجو أن تكونوا أنتم كذلك، وإن شاء الله تعالى بتكون يعني أوقات مفيدة جدا نقضيها مع بعضنا البعض. اليوم حنتكلم عن ثلاث مسائل. أيها الأكارم، تتحدث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين. قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام هي أطول قضية لجوء في التاريخ، عمرها 68 سنة. يعني أيها الأكارم، قضية اللاجئين الأفغان حلت وتحل، البوسنة حلت وتقريبا انتهت، أفريقيا، رواندا، غيرها كثير من قضايا اللاجئين تحل، إلا قضية اللاجئين الفلسطينيين عمرها 68 سنة لم تحل حتى الآن. لذلك هي مهمة. أكثر الأجيال اللاجئة الآن ولدت خارج فلسطين. يعني اللاجئ ابنه وابن ابنه والجيل الثاني والجيل الثالث يوجد ولد خارج فلسطين ويولد خارج فلسطين. لأجل ذلك هي قضية مهمة وحساسة. هم الوحيدون من اللاجئين الذين تمانع أو لم يتمكنوا من الرجوع إلى بلادهم. يعني حتى الآن يا جماعة اللاجئ يرجع، إلا لاجئ فلسطيني حرم من الرجوع، لأنه في نظام صهيوني حاقد يمنع رجوع هؤلاء. لو سألتكم، اللجوء باللغة معناه البحث عن مكان آمن. يعني ما أقول لجأ الإنسان، ما معنى اللجوء؟ في القرآن الكريم لو يجدون ملجأ أو مدخلا أو مغارات. ملجأ، الملجأ الذي المكان الذي يلجأ إليه الإنسان ويأمن فيه الإنسان. واللاجئ هو الشخص الذي خرج من حدود وطنه طلبا للأمن. مرة ثانية تماما يا أستاذ محمد فالح، اللاجئ هو الشخص الذي ترك وخرج من حدود وطنه طلبا للأمن. ونحن الآن نعيش في هذا الزمن، نرى أكثر الناس هم اللاجئون السوريين أو السوريون يخرجون طلبا للأمن، ولا بد أن يكون خارج حدود وطنه، يعني مش وطنه، خارج حدود وطنه. حتى يكون لاجئا لازم يكون خارج حدود وطنه. نعم. طب أسألكم يا جماعة، اللاجئ الفلسطيني شو تعريفه؟ ما هو تعريف اللاجئ الفلسطيني؟ كلامنا عن اللاجئ هو الذي يخرج من وطنه طلبا للأمن. طب اللاجئ الفلسطيني من هو؟ من هو اللاجئ الفلسطيني؟ في حد يجاوبني؟ من هو اللاجئ الفلسطيني؟ الأستاذة خنساب تقول من خرج من وطنه غصبا عنه بفعل الجرائم. صحيح، خرج بفعل الجرائم الصهيونية. هناك خلاف، صحيح، الذي نزح عن دياره بالقصد، صحيح يا نعم أحسنتي، اللي طلع وما أخذ حقوقه، نعم صحيح، الاختلاف بين اللاجئ والنازح، صحيح، اللاجئ والنازح، صحيح، هو الذي أجبر على ترك بلده، صحيح. تقريبا هذا هو تعريف اللاجئ الفلسطيني، كل ما ذكرتم لم يتوقع يا نعم، صحيح، توقع أن الفتح قال اللاجئ الفلسطيني هو كل فلسطيني حال ويحول الاحتلال الصهيوني دون تمتعه بحق الإقامة في فلسطين. يعني هو كل فلسطيني يمنعه الكيان الصهيوني أن يرجع إلى فلسطين، إلى بلده، ليس إلى أي مكان فلسطين، إنما إلى بلده وإلى بيته. هو اللاجئ الذي خرج بسبب الظلم والتنكيل وترك كل شيء خلفه، صحيح، ظلم وقع عليه، وهذه الصورة تعبر عن ذلك. هؤلاء الفلسطينيين خرجوا بها إلى هذه الخيام. مش الإعلام يا أستاذ مروان، القانون يفرق النازح واللاجئ. اللاجئ يا قوم هو الذي خرج خارج حدود وطنه، أما النازح هو الذي خرج من مدينته إلى مدينة أخرى في حدود وطنه. مرة ثانية، اللاجئ هو الذي خرج خارج حدود وطنه، أما النازح هو الذي خرج خارج حدود مدينته إلى مدينة أخرى.
وهو غير صحيح يا أستاذ مروان. الآن يعني له ظرف لا يسعى الآن إلى شرحه، لكن اختلف الأمر. لو سألتكم سؤال يا جماعة، ما هي حقوق اللاجئ في القانون؟ ما هي حقوق اللاجئ في القانون؟ هل اللاجئ له حقوق في القانون الدولي؟ ما هي حقوقه؟ أها، اللاجئ أيها الأكارم له حقوق كثيرة. الأستاذة نسيبة بلال عمر سيف بتقول أهل فلسطين ممن خرجوا سنة 48 إلى مناطق 67 أليسوا لاجئين؟ طبعا لاجئين، طبعا الآن لاجئين ويعتبروا لاجئين. نعم، أستاذ محمد فال بقول أول حق حق العودة، توفير أساسيات الحماية. ما شاء الله عليكم الشغل والحماية، هناك حقوق كثيرة ما شاء الله عليكم. صحيح ما شاء الله، حقوق اللاجئ في القانون الدولي هنالك حقوق كثيرة عدتها المواثيق الدولية. أول حق من حق العمل، أن اللاجئ إذا خرج من وطنه إلى فلسطين لابد له أن ييسر له حق العمل. وإحنا عندنا مثلا اللاجئين في فلسطين في لبنان يمنعون من العمل، وهذا نوع أنواع الظلم والقهر للاجئ ومنعه من حقه. اثنين، حق السكن، لابد اللاجئ أن يكون سكن، يكون سكنا كريما، سكنا محترما، سكنا كبيرا واسعا، يعني مريحا صحيا مهوئا إلى غير ذلك. أحسنت يا نسيبة. الثالث، الحق في التعليم، من حق اللاجئ أن يأخذ تعليما جيدا. والأمانة اللاجئ الفلسطيني يعني بشكل عام يحصل على تعليم جيد. أربعة، الإغاثة والمساعدة، ينبغي اللاجئ أن يحصل على إغاثة ومساعدة. ثم رعاية صحية، أحسنت أخي محمد. الحق الأهم والأول والأولى للاجئ الفلسطيني هو حق العودة. حق العودة، ماذا نعني بحق العودة أيها الأكارم؟ حق العودة، عودتنا حق كالشمس. اللاجئ الفلسطيني من حقه العودة وأن يعود. ماذا نعني بحق العودة يا شباب؟ يا شباب يعني الجنسين إخوة أخوات، الرجوع إلى أرضي. صحيح، حق عودتي أن أرجع إلى بلدي وأرضي، لابد للاجئ الفلسطيني أن يعود إلى أرضه التي أخرج منها وإلى بيته الذي أخرج منه، جده أو أبو جده أو أبوه إلى غير ذلك. نعم، ولا يكون حق العودة إلا بالرجوع إلى بلدي الأصل. إذن حق العودة هو حق الفلسطيني، لاحظوا، هو حق الفلسطيني الذي طرد، الذي طرد أو أخرج من موطنه لأي سبب عام 48 أو في أي وقت، أن يعود إلى الديار والأرض والبيت الذي كان يعيش. إذن لابد أن يعود إلى الأرض والديار والبيت الذي كان يعيش. طيب إنعام، يا رب يتقبل. إذن حق العودة حق أن يعود الفلسطيني إلى بيته الذي كان فيه. وحق العودة منصوص عليه في أكثر من قانون، منه مثلا على سبيل المثال يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده، ويحق له العودة إليه، لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. إذن أيها الإخوة، حق العودة حق مكفول في القانون، وهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو أول قانون يتعلق بالحقوق، أول إعلان، فهذا حق للإنسان. نعم، الآن يا شباب اسمحوا لنا بدنا ناخذ دقيقتين ونص نشوف فيلم صغير عن حق العودة. بدي إياكم تركزوا معي بالفيلم وبعديها نتناقش إن شاء الله تعالى بمادة الفيلم إذا لكم ملاحظات أو تعليق. هذا هو الفيلم. أبدأه مرة أخرى حتى الكل ينتبه، الكل يركز معي ينتبه بإذن الله. كلا،
طيب معذرة خطأ من عندي. الآن أيها الأكارم الصوت واضح، في حد عنده مشكلة لو سمحتم بالفيلم؟ في حد عنده مشكلة بالفيلم؟ لا. طيب في حد عنده سؤال أو تعليق على الفيلم؟ طيب تمام الله يعطيك العافية. الفيلم يا سندس ما بينزل عندك، فيلم بس بتشوفيه ما بينزل عندكم، نحن إذا بتحبوا بنودي لكم إياه. ممكن بكرة إن شاء الله تعالى بنرسل لكم إياه الرابط مع العرض، البرزنتيشن هذا مع العرض بنرسل لكم كل محاضرة، بعد كل محاضرة بنرسل لكم المادة الفيلمية وبنرسل لكم رابط الفيديو. طيب نرجع موضوع اللاجئين الفلسطينيين. لو تسألت سؤال، ما هي المنظمة الدولية التي تتبع للأمم المتحدة وتعمل مع اللاجئين الفلسطينيين؟ بس الأخت عبير يا ريت لو حد يحكي لها عبير تخرج وتدخل، لأنه عندها أنشودة شغالة فلازم تخرج وتدخل لأنه تكون معلق عندها. أحسنت. الأونروا، المؤسسة العاملة مع اللاجئين الفلسطينيين أخي عبد العلي النهراز، هي حقيقة صح منظمة حقوق الإنسان تعمل، لكن المتخصصة الأونروا. ما اسم الأونروا؟ اسمها وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، إغاثة وتشغيل. فدورها أيها الأكارم دور إغاثي وتشغيلي، وليس دور نقول له علاقة بالحقوق السياسية وله علاقة بالحوض بالعودة، إنما هي الأونروا هي تقوم بالتشغيل، بالتشغيل والإغاثة. ومختصرها الأونروا هي تابعة للأمم المتحدة، تقدم الرعاية للاجئين الفلسطينيين، تقدم الرعاية للاجئين الفلسطينيين، لا تقدم الحماية لأن الصهاينة يمنعون ذلك والأونروا مش قادرة تواجه الصهاينة. الأستاذة خنسة الآن تامر عم بيتابعك وحل المشكلة إن شاء الله. تعمل الأونروا في 5 مناطق اللي بتسميها مناطق عمل الأونروا. مين بيعرف أين تعمل الأونروا؟ الأونروا أين لها مكاتب وتعمل مع اللاجئين؟ في أي البلاد؟ الأردن يا خلفاء صحيح، كمان الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا صحيح، صحيح تماما. طبعا فلسطين تعمل في منطقتين، تعمل في قطاع غزة وتعمل في الأردن وتعمل في الضفة الغربية وتعمل في لبنان وتعمل في سوريا. أحسنت. هذه الأونروا. أيها الأكارم أبنائي بناتي إخواني إخواتي، أي سنة حصل اللجوء؟ هاي أحمد، اللجوء أي سنة حصل؟ أي سنة لجأ الشعب الفلسطيني؟ أحسنت يا نسيبة، سنة 1948. طيب ليش، ما هو السبب؟ أحسنتم، أحسنت يا خنساء، أحسنت سندس. ما هو السبب؟ السبب وهو يسمى عام النكبة. السبب هو سيطرة العصابات الصهيونية على فلسطين وطرد الفلسطينيين وارتكاب العديد من المجازر ضد فلسطين. طردوهم من هنا، طردوهم من هذا المكان، ثم ذبحوا من بقي منهم، الذي رفض أن يخرج ذبحوه. وسيطرة العصابات الصهيونية وأعلن قيام بين قوسين دولتها دولة إسرائيل. وللأسف طبعا كلنا بنعرف أن بريطانيا ساعدتها في ذلك. تتوقعوا كم عدد المجازر التي ارتكبها الصهاينة يا شباب؟ كم عدد المجازر التي ارتكبها الصهاينة؟ كثير صحيح، كثير. كم عدد تقريبا؟ أحسنت يا سارة، واحدة منها دير ياسين ليس لها عدد. سارة كثير، أحسنت يا سارة. من كثرتها
في الحقيقة بعض الباحثين أوصلها إلى 100 مجزرة، وبعضهم إلى 90، وبعضهم إلى 80. الآن أغلب الباحثين يقولون بأنها أكثر من 70 مجزرة، 70 مجزرة اللي ارتكبها الاحتلال في 48 ضد الفلسطينيين، من أشهرها مسجد دير ياسين ومجزرة المجدل، وخارج فلسطين وبعد النكبة مجزرة طبرة وشتيلة. وهذا بيعطي دلالة على أن العدو الصهيوني هو عقليته قائم على الذبح والقتل والتشريد وعلى المجازر. في 48 فقط يا أستاذ فاتن تقريبا 70 مجزرة، في 48 فقط، من لما نعني بال 48 يعني النكبة، يعني ما قبل النكبة وما بعد النكبة، لأن المجازر ظلت مستمرة، بعض المجازر ب 56 أو 57. ليه؟ لأن بعض الفلسطينيين اللي بقوا في 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 في, في قراهم، فجاءوا اليهود يسووا مجازر حتى يهرب. الآن بدي إياكم تصحصحوا معي، لأنه هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم بدنا نكون عندنا نصحصح شوي مع بعض ونسأله ونحاول. هل باع الفلسطينيون أرضهم؟ لا طبعا. يا دعاء ما باعوا. في الحقيقة هذا السؤال يتعرض له كثير من أبنائنا ونحن أحيانا، وخاصة البقيب خارج فلسطين، لو فيكم خير ما بعتم أرضكم، أنتم بعتم أرضكم. وفي واحد من فترة ما يستحي حقير من دولة العربية رسم حاخاما يهوديا ورسم فلسطينيا يوقع على ورقة وقال هذه أرضك التي أنت بعتها له. في الحقيقة أيها الأكارم، لأجل هذه النقطة ولأنكم يا شباب تتعرضوا لهذا السؤال، أحببت أن أركز عليه بشيء من التفصيل. هل باع الفلسطينيون أرضهم؟ وقريبا ستنتج الأكاديمية بإذن الله تعالى فيديو عن هل باع الفلسطينيون أرضهم؟ أحسنت يا عبير، هي مؤامرة عربية بريطانية إسرائيلية صحيح. نشوف ماذا يقال. خرج الفلسطينيون تحت الذبح والإرهاق الصهيوني ولم يبيعوا أرضهم. إذن موضوع الأرض مش صحيح، بيع مش صحيح على الإطلاق ولا في بيع. نشوف فلسطين كم مساحتها؟ 27,000 كيلو متر مربع. 27,000 كيلو متر مربع كم دونم يا جماعه؟ يا شباب مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع، 27,000 كيلومتر مربع، كيلومتر مربع. نعم. وهي بعض الناس وصلها إلى 27,000 5 كيلو أو 3 كيلو أو 7 كيلو أو 8 كيلو على حسب. لكن كم دنم؟ 27,000 كيلومتر مربع كم درم؟ أحسنت يا عبير، 27 مليون درم. إذا فلسطين 27 مليون درم. ركزوا معي عشان كلكم، هل باع الفلسطينيون أرضهم ولا لا؟ عندنا مشكلة يا إخوة، أن فلسطين سابقا كانت مثل دبي اليوم، مثل دبي اليوم، يأتيها الناس من سوريا ومن لبنان ومن الأردن ومن العراق ليشتغلوا ويعملوا في فلسطين. كانت ميناء حيفا أكبر من ميناء دبي اليوم، فكان العرب يأتوا ويشتغلوا فيها ويستملكوا، وكانت مفتوحة حيفا ويافا، كان يسكن فيها كل الناس كل الجنسيات، وفلسطين استوعبتهم ولم تطرد أحدا. فكان
كبار الملاك العرب وليس الفلسطينيين، العرب وليس الفلسطينيين، وخاصة التجار والإقطاعيين يملكون أراضي زي أي تاجر بيروح على أي دولة وبيشتري فيها أراضي. يعني مثلا لو في تاجر الآن، لو أنا مقيم في دولة خليجية الآن، لو معي مثلا مبلغ من المال كبير ممكن أشتري 100 درهم و50 درهم سواء باسمي أو باسم صديق لي، ما في مشكلة، لكن ممكن أن يشتري. نعم، فالملاك العرب اشتروا في فلسطين، وللأسف دفع اليهود أسعارا كبيرة، فباع الملاك العرب وخاصة المسيحيين من بعض الدول العربية من لبنان وسوريا بالأكثرية كمان 625,000 درهم لليهود. هذا الطابو أو الإحصاءات التي أوردتها الوكالة اليهودية سنة 1947، سنة 1947 باع العرب 625,000 درهم، واللي باعوها مش ناس عاديين، كبار الإقطاعيين وكبار التجار المليارديرية اللي ما عنده مبدأ إلا المال، فباعوها. وهذا الكلام مثبت، وهذا ما أثبتته الأوراق الصهيونية. 625,000 هاي تمثل أيها الأكارم 2.5% من مساحة فلسطين. مرة ثانية، العرب باعوا 625,000 درهم لليهود، وبيعت 47 و46 و44 و42 تمثل 2.5% من مساحة فلسطين. إذن 2.5% الثابتة باعها العرب، وبعض الباحثين ذكر اسم عائلات العرب، وكل عائلة كم باعت، عائلة فلان وعائلة فلان وعائلة فلان، وكل عائلة كان فلان. نعم يا إنعام، النكبة كانت نتيجة للبيع. نعم، إذا اللي عند اليهود اللي قدموا في الطابو للوكالة اليهودية ثبتت ومسجل لهم كان 625,000 درهم، يعني 2.5%، وهي مش باعها الفلسطينيين، باعها العرب. طيب إذا كيف بتقول الفلسطينيين باعوا واللي فلسطين ما باعوش؟ طب هل باع الفلسطينيون؟ نشوف الفلسطينيين شو باعوا ونشوف شو ضروا. اليهود والبريطانيين عملوا قانون اسمه قانون نزع الملكية، قانون نزع الملكية. شو قانون نزع الملكية يا جماعة؟ قانون نزع الملكية يعني مثلا على سبيل المثال أنا مثلا صاحب أرض يشتغلوا عنده عمال علي ضرائب، ما قدرتش أدفع الضرائب للعمال اليهود أو للحكومة البريطانية، فالحكومة البريطانية تأخذ مني هاي الأرض. أنا علي ضرائب كثيرة ما قدرت أدفع الضرائب، بتيجي الحكومة بتأخذ مني هاي الأرض. فالبريطانيين عملوا واليهود عملوا على قانون نزع الملكية، ومنها على سبيل المثال طلعت بريطانيا قرار إنه كل أرض بور، الأرض البور يعني الأرض غير المحروسة وغير المزروعة، الأرض البور اللي ما بزرعها صاحبها بيعطوها لمزارع أجنبي يزرعها، وجابوا مزارعين يهود هم اللي يزرعوها ثم تملكوها بقانون نزع الملكية. إذن أخذوا اليهود أراضي من فلسطين بنزع الملكية. اثنين، في أحكام مثلا واحد فلسطيني جاره يهودي تهوشوا إياه، عملوا نزاع بالمحكمة، أجت المحكمة حكمت بأن هذا الأرض لمن؟ لليهودي. ففيها تنفيذ أحكام وسيطروا عليها اليهود من هذه الأحكام. الأمر الثالث، في ظروف اقتصادية بالغة القسوة عند بعض الفلسطينيين فاضطر يبيع أرضه. طبعا باعها مش شرط يكون باعها لليهود، باعها لواحد عربي أو واحد مسيحي، وطلع بالأخير سمسار يشتغل لصالح اليهود. يعني هؤلاء لم يعرفوا أن الذين يشترون يهود، والبعض باعها لليهود باعتبار أنه هذا اليهودي جاره زي المسيحي زي اليهودي زي أي شخص، وليس باعتباره محتلا قبل سنوات. كل التي تملكها اليهود بالطرق الثلاثة هذه، بالطرق الثلاثة يا جماعة، بالطرق الثلاثة هي 261 درهم. مرة ثانية، تملك اليهود عن طريق قانون الملكية وتنفيذ الأحكام والبيع، بعض الناس عندهم ظروف خاصة باعوا
61,000 درهم تقريبا، 261,000. واضحه يا جماعه؟ واضح الكلام؟ تمام. اذا يا جماعه الفلسطينيين الاراضي اللي تملكها اليهود عن طريق البيع او طرق خاصه كالبيع، نزع الملكيه، احكام قضائيه او شراء، 261,000 درهم. طب يا جماعه ال 261,000 درهم كم مسحتهم؟ كم مسحتهم؟ قال مسحتهم اقل من 1%. مسحتهم بالضبط 9.098. ايش يعني؟ كيف تكتبوا يا جماعه؟ 9.80% هيك. المهم يعني اقل من 1%، 9.10%، يعني اقل من 1%. يعني يا جماعه الاراضي التي بيعت لليهود، التي بيعت لليهود والتي تملكها اليهود من خلال النزع الملكيه او البيع او الشراء، هي احسنت يا دعاء، هي اقل من 1%، اللي 261,000 درهم. طب وين اللي بعنا؟ وين بين اهل اليهود؟ انا بدي اعتبر يا جماعه انه كل ال 261,000 بعناهم احنا الفلسطينيين العملاء، بعناهم لليهود. ال 261,000 كامل، لو بعنا ال 261,000 كامل لليهود، حلو؟ بنكون بعنا 1%، مع انه قلنا هاي مش بيع، عندنا قانون نزع الملكيه، عندنا احكام، وعندنا ظروف اقتصاديه بالغه عند الناس، الناس تضحك عليه وشرهم من سباسرة. فاذا اكذوبه ان الفلسطيني باع ارضه، هذه اكذوبه. ومش احنا، مش انا محمد ياسر بقول اكذوبه، شوفوا مين بيحكي. بعنا باحثه بريطانيه اسمها روز ماري، اهل لبنان بيعرفوها، هاي عاشت في المخيمات الفلسطينيه في لبنان 30 سنه، وراحت على بلادها على بريطانيا. لما رجعت على بريطانيا بتقول انه وسجلت شهادات وابحاث، بتقول اكثر شيء المني التشهير بالفلسطينيين، وهذا اذى الفلسطينيين اكثر من الفقر. الاتهام الى من؟ بأنهم باعوا أرضهم وأنهم هربوا بجبنهم، أنهم هربوا وجبلوا باعوا أرضهم. هذه باحثة بريطانية، امرأة بريطانية، قالت مع المخيمات الفلسطينية في عين الحلوة وفي برج البراجنة وفي صبرا وفي شتيلة، قعدت معهم 30 سنة. لما روحت على بلاد البريطانية اسمها روز ماري، قالت اللي آلمني وآذاني أكثر شيء اللي كان يأذي الفلسطيني لما تقول له أنت بعت أرضك وهم ما باعوا أرضهم، هذا كذب، التشهير. نعم، اسمها روز ماري، لما عاشت معاهم وراحت كتبت مذكرات كثير اشياء طيبه، وهذه واحدة من المسائل الطيبه اللي كتبتها. للاسف النص هون مش باين. في عندي كذلك احد المؤرخين الغربيين قال الاكثريه العربيه الساحقه من العرب والفلسطينيين لم تبع ارضهم، انما هذه دعايه وروج لها الصهاينه. وذكر الحج امين الحسيني رحمه الله في مذكراته ان هنالك وكاله يهوديه، وكاله دعايه يهوديه، وكان لها للاسف مكتب في القاهره، وهي كانت تبث الدعايات. واحد من بث الدعايات: أنكم لماذا تجلسون يا أيها الفلسطينيون، فإن الفلسطينيين باعوا أرضهم وأن اليهود اشتروا الأرض من الفلسطينيين. هذه واحدة. داد أن اليهود قتلوا الناس والناس هربت. هذه مكتب الدعاية الأوروبية أو اليهودية، وهذا يدل على أهمية الإعلام في القاهرة بال48. وذكر ذلك الحج أمين الحسيني، فذكروا أنهم أن الفلسطينيين باعوا أرضهم. فإذا هي إشاعة روج لها، إضافة إلى أن كبرى العائلات الفلسطينية لم تبع أرضها في الحقيقة، وعائلة الحسين مثلا ما باعت أملاكها، والشرفاء الفلسطين
كان يقبل انه اليهودي ياخذ ارضه ولا يرضى يبيع. وانا اذكر عن ذكر عن مقدسي من بيت المقدس له محل دكان في باب العمود اراد بيعه فدفع له تاجر فلسطيني 200,000 دولار ودفع له تاجر يهودي 3 مليون فرفض ان يبيعه للتاجر اليهودي ب 3 مليون دولار مقابل 200,000 دولار لتاجر فلسطيني. فبالحقيقه الفلسطيني لم يبع ارضه ابدا لا من قريب ولا من بعيد. واضحه النقطه يا جماعه؟ صحيح يا نسيبه هي اكذوبه واشاعه نشرها الصهاينه، والى اسف بعض الاخوه العرب وبعض الفلسطينيين وبعض الاغبياء اخذ هذه وهرب بها، صار ايش؟ ينشر فيها. لا يا جماعه ما بيعرف. طب ايش عملاء؟ طب في عملاء، طبعا في عملاء يا اخي، في واحد باع، في اثنين باعوا ما عندك مشكله، في واحد في القدس باع بيته لشارو. يعني مش يعني مش اقصد انه يعني احنا مجتمع ملائكي، لكن احنا ما بعنا ارضنا، ارضنا ذهبت بالقتل والتشريد وبالعصابات السجونيه وبفعلها وبالحروب وبالاحتلال. واللي قال من اللي ماني ارجع لارضي؟ الاحتلال. اين يتواجد الفلسطينيون اليوم؟ الفلسطينيون ام يتواجدوا باختصار بكل مكان، اما بفلسطين واما بالدول العربيه واما بالدول الاجنبيه. اذا الحمد لله في كل دول العالم، في 200 دوله موجوده بالعالم موجودين الفلسطينيين على الخريطه بكل مكان. ويعني ليس مدحا، لكن بالحقيقه هم موجودون في اي مكان موجود فيه، بيعمل وبزرع وبيعمل خير وبيأثر الى غير ذلك. لو سالتكم اليوم يا جماعه كم عدد الفلسطينيين في كل العالم، فلسطين وبرا فلسطين، مين بيعرف كم العدد؟ كثير صحيح، خمسه كثير، 12 مليون يا اشرف، 10 مليون اخلاص. مريم والله اكثر، صحيح مريم والله اكثر يا دعاء، 7 مليون الفلسطيني يضع بصمته في كل مكان احسنت يا نعم، 8 مليون اذا سمحتم احفظوا لي هذا الرقم. كم؟ عد 1 2 احصائية 2015 بتقول انه الفلسطيني في العالم كم؟ 12 مليون ونص تقريبا، 12 مليون ونص. وبعض الناس زادهم، بعض المؤرخين الصهاينه قالوا 14 مليون، بعض الباحثين قال 16 مليون، بعض الباحثين اللي بسموهم مش باحثين بالحقيقه محللين قال احنا 25 مليون. انا بقول الحد الادنى احنا 12 مليون. الفلسطينيين الحد الادنى كم؟ 12 ونص مليون. حفظتوا الرقم يا جماعه؟ الحد الايش؟ الادنى. نعم والله يا استاذ ساره ما بقدرش اقول لك او لا مع اللي حامل جنسيات اخرى او مش حامل جنسيات اخرى، لكن بدنا ننتبه لشغله. غالبا غالبا اللي حمل جنسية أخرى تعد، لكن عندنا أوروبا وأمريكا ما عندنا تقدير 100% واضح، لكن بقدر أقول لك تقريبا. هذه 2014 كانوا 12 و10 و10% أو 1 بالعشرة مليون. هاي إحصائية 2014. وين موجودين؟ الضفة الغربية تقريبا 3 مليون، قطاع غزة تقريبا 2 مليون، فلسطين المحتلة 48 المسلمين داخل الفلسطيني 1.5 مليون، الأردن تقريبا 3.5 مليون إلى 4 مليون، لبنان فيها تقريبا 500,000، سوريا كان فيها 560,000، بقية الدول العربية تقريبا فيها 700,000، ودول أجنبية تقريبا 700,000. من هنا جاء العدد اللي هو 12.5 مليون تقريبا.
طيب أسأل سؤال ثاني، احنا قلنا كل الفلسطينيين كام؟ 12.5 مليون. طيب اللاجئين الفلسطينيين كام؟ اللاجئين من بره، كل الفلسطينيين 12 مليون، اللاجئين كام؟ 9 مليون 8 مليون أنس 8 مليون ما شاء الله عليكم، تقريبا إجاباتكم صحيحة اللي قالوا 8 مليون. عدد اللاجئين في 2014 كان 8 مليون و300، والآن 8 مليون ونص اللاجئين الآن أيها الإخوة، 8 مليون ونص لاجئين، وهم تقريبا 75% أحسنت يا ثلث، هم تقريبا ثلثين الشعب الفلسطيني، شعب ثلثاه لاجئون، سواء لاجئ بيعيش في الضفة وفي غزة مخيمات الضفة أو غزة، أو لاجئ حتى بيعيش في 48، أو لاجئ بيعيش في الأردن أو لبنان أو سوريا، أو لاجئ بيعيش في أي مكان في الدنيا. إذا احفظوا، نحن عددنا 12.5 مليون، منا 70% لاجئين، ثلثين لاجئين. طيب لو سألتكم، إحنا داخل فلسطين أكثر ولا خارج فلسطين أكثر؟ الشعب الفلسطيني أكثر داخل فلسطين ولا خارج فلسطين؟ خارج. داخل، خارج، خارج، داخل. معاكم حق تختلفوا صراحة، لأنه النسبة متقاربة. خارج فلسطين 50% 1/10، داخل فلسطين 49.9، تقريبا تقريبا النص بالنص. لا تعيدها يا اسماعيل، حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا واهلا بكم جميعا. اذا تقريبا يا جماعه كام؟ النصف داخل والنصف خارج، واضح؟ نصف الشعب الفلسطيني داخل فلسطين ونصف الشعب الفلسطيني خارج فلسطين، اتفقنا؟ اذا كم عدد الشعب الفلسطيني في العالم؟ كم عدد الفلسطيني في العالم؟ جواب يا جماعة، عدد الفلسطيني في العالم 12.5 مليون. كم منهم لاجئين؟ كم منهم لاجئين؟ لاجئين كم؟ 8 مليون. كم بالنسبة تقريبا لاجئين؟ نسبة اللاجئين من عددهم كم؟ 70%. صراحة رائعين ما شاء الله عليكم، أحسن طلاب بشوفهم بحياتي، أحسنتم ما شاء الله عليكم. حكينا هاي سدس ما فهمت حكيت. طيب لما اسالكم، يعني احنا بنسمع دائما المخيمات الفلسطينيه، المخيمات الفلسطينيه، شو المخيمات الفلسطينيه يا جماعه؟ ايش يعني المخيمات الفلسطينيه؟ يعني زي بيطلعوا عليه الناس في الخليج على الربيع، مخيم الربيع، بيطلعوا الناس في ربيع، عندنا في الخليج هو المشهور بالربيع، بيطلعوا الناس بيسووا مخيمات تخييم، او واحد بيسوي عرس بيعمل حفل زواج بيسوي خيمه او بيت شعر. هاي هي صوره المخيمات، هي مجمعات أقيمت للفلسطينيين بعد النكبة وقيمت على شكل خيام، هذه صورتها. ما في مشكلة، حياك الله. إذن سميت المخيمات لأنها خيام، آهية لأنها خيام، وبنيت للفلسطينيين. اليوم ما عاد في مخيمات، ايش هي مخيمات؟ صارت بيوت مثل هذه الصوره ومتراصه، ونحكي عنها بعد شوي كيف مميزات الفلسطينيين. مساكن مكتظه. كم عدد المخيمات الموجوده يا جماعه؟ كم مخيم فلسطيني موجود؟ اللي ما غش، ما شاء الله ممتازين. الموجوده ايها الاكارم
عندنا 63 مخيم فلسطيني 63 وعندنا 59 ال 63 مخيمات المعتمدة عفوا 59 المخيمات المعتمدة و63 غير معتمدة وعن 59 أو 58 أو 57 لأنه بعض الناس هو 57 أو 58 أو 59 هي المخيمات المعتمدة كمان في خمسة زيادة غير معتمدة لو سألتكم سؤال ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها سكان المخيمات بدأ بتكون معتمدة شو معنى معتمدة معتمدة أي مسجلة لدى الأونروا ولدى الدولة إنها مخيم لدى الأونروا ولدى الدولة مسجلة إنها مخيم وتأخذ وضعية المخيم ولدى الأونروا ما هي أهم مشاكل المخيمات بحقيقة بيعانوا إخواننا وأهلنا في المخيمات من مسائل مجموعة مشاكل أول شيء بيوت ضيقة ومترصة وممرات ضيقة لاحظ الطريق كيف لاحظ البيوت الباب مقابل الباب ما في خصوصية البيت صغير بكل بيت غرفة أو غرفتين في سبعة أو ثمان أشخاص أو تسع أشخاص وأنا أحيانا بحكي على سبيل النكتة إذا كنت رايح مروح على بيتك وحاب تسمع مسلسل باب الحارة وإذا دخلت المخيم أو تحضر فيلم الفدائي فإذا دخلت المخيم من أول واحد لآخر بيتك في المخيم تسمع كل المسلسل ليه؟ لأن البيوت متراصة ومتقاربة وما في خصوصية فالواحد في الطريق بسمع أي شيء إذن بيوت متراصة وممرات ضيقة شوفوا إخواننا أسلاك الكهرباء هاي اللي كان بتسوي خطورة وهي موجودة خاصة بلبنان أسلاك الكهرباء المتدلية بالشتاء قلة الخدمات شوف المي وين بتتكب ما في صرف صحي فالخدمات قليلة وفي بعض الأماكن هي معدمة لما يكون الصرف الصحي ماشي بالشارع ومكشوف شو النتيجة عبد العزيز عبد العلي بيقول لي كذلك عبد العلي بيقول لي كذلك مشكلة ال شو حكي عبد العلي نسيته عبد العلي حكي نقطة طبعا الصرف الصحي إذا وجد صرف صحي أحسنت تتجه بالشتاء بالأمراض بالشتاء ما في تدفئة نعم البطالة العالية أيها الأخوة الأكارم في قطاع غزة وصلت البطالة 60% في لبنان تصل إلى بعض المناطق وبعض الأحيان من الجيل تصل أكثر من 60% وبعضها 40% يعني تخيل كل 10 عائلات عندهم 6 عائلات ما في عندهم شغل ما بيشتغلوا ما في شغل ما في دخل فبالتالي وجزء من المشاكل الاجتماعية والانحراف يأتي من أين؟ يأتي من البطالة شباب قاعدة ما في شغل بيروح بيجيب تبدأ مشاكل الانحراف نعم عدم وجود مرافق ترفيهية وصحية ملاعب أطفال حدائق أطفال إلى غير ذلك ما في مرافق ما في المخيم كله بتلاقيش دورة مياه في شارع سوق المخيم تنزل الرجل أو المرأة إلى السوق كامل نادر تحصل مسجد وإذا كان مش مخدوم إلى غير ذلك من المشكلات الرعاية الصحية الأونروا مشكورة إلها مراكز صحية ولا مستوصفات لكن يا جماعة الطبيب في لي صديق طبيب وقل لي المعيار العالمي للطبيب يشوف في اليوم في 8 ساعات يشوف 40 مريض هذا يعني أحسن وضع في اليوم يشوف 40 مريض قال لي كنت في العيادة أشوف في اليوم 120 مريض قال لي ما أقدر قال لي كل شوف مش علمي ما المريض يأخذ حقه والناس مضغوطة قال لي حتى مرة في يوم جاءتني فتاة قال لي شكيت أنه عندها لا سمح الله المرض لا قدر الله المرض الخبيث الله يعطيني وياكم أنه كانسر سرطان قال لي إيدها هيك في شيء شكيت أنه سرطان قال لي بقدر تفحصها قلت لها نادي لي امك نادت امها قلت لها ممكن بعد الساعه 3 بعد ما خلص يوم تجوني وقال
قال لي فعلا اجوني بعد الساعه 3 بعد الساعه 3 فعلا شفت انه عنده كانسر، لكن الطبيب ما عنده وقت، ما عنده وقت يشوف. فانت عندك حالات اكتظاظ شديد جدا، والان فيكم بتابع اخبار العمروه في لبنان بدك تقلص الرعايه الصحيه وتسكر بعض المستشفيات الخدمات. الان في حراك كبير في لبنان بصير على موضوع الرعايه الصحيه، يعني حتى الرعايه الصحيه الظالمه بدهمش اياها، بدهمش يعطونا اياها، بدهم يشيلوها الظالمه. التسرب من المدارس في بعض المناطق في لبنان وصلت نسبه التسرب 17%، احصاءات الجامعه الامريكيه قالت 17%، يعني 100 طالب 17 بيهربوا من المدرسه بيروحوا يشتغلوا. مثلا بالاردن نسبه التسرب بالاردن بين الطلاب بالاردن الدوله الاردنيه 3 بالألف، يعني كل 1000 طالب 3 منهم بيهربوا من المدرسه دون سن القراءه والكتابه. لكن في بعض المخيمات الفلسطينيه وضعه 8%، يعني 80 بالألف، يعني 30 ضعف. بعيد مرة ثانية، بالأردن نسبة التسرب بالحكومة الإعلانات الحكومة 3 بالألف، يعني 30 بالألف، يعني كل 1000 يهربوا 3000 طلاب. لكن في بعض التجمعات الفلسطينية وصلت 80 بالألف، يعني 8%. إذا الحالة الفلسطينية المخيمات التجمعات الفلسطينية التسرب منها أكثر. انعدام الاهتمام بحالات النبوغ والتميز. عندك حالات متميزه، طلاب متميزين، كيف بدك تهتم فيهم؟ كيف بدك تكتشف موهبته؟ كيف بدك تعرف انه متميز؟ لانه ما عنده اهتمام ورعايه ولا عنده اختبارات. للاسف يا استاذ عبير، نعم. ما في حد عم بيهتم فيها، احسنت. مين بيقدر يعد كم طالب في الصف؟ يلا شوف كم طالب في هذا الصف. يلا نعد، مين بيقدر يعد؟ كم طالب في هذا الصف؟ كم طالب في هذا الصف؟ انا في ظني على الاقل في 50، على الاقل في 50، لانه هون في 15، يمكن هون 18، 33، هناك على الاقل في 17، اذا فيش صف مش مبين كمان، واذا فيش قدام، واذا في قاعدين على الجنب. واحده من مشكلاتنا الازدحام في الصفوف، بلغ في مدارس الانوروا بعض الصفوف في 70 طالب. 70 طالب يا جماعه. كمان تخفيف الدعم عن المدارس الأونروا اللي بتعلم الطلاب، خاصة مثلا في لبنان، في سوريا، في الأردن. مثلا في الأردن يا جماعة عندك مدارس حكومية بدرسوا فيها اللاجئين الفلسطينيين، غير مدارس يعني ممكن يطلع يدرس في أي مدرسة. لكن في لبنان الفلسطيني ما عنده للأونروا مدارس الأونروا، في سوريا ما عنده الفلسطيني لمدارس الأونروا. فالحقيقة بتخفف ميزانيه الاجهزه كي يحدد المظاهرات والتكسيرات في مخيماتنا ويطالبوا التدخل لاجل عدم تقليص التعليم. للاسف الأونروا رفعت ماده التربيه الوطنيه الفلسطينيه من مناهجها، والدول اللي هم موجودين فيها ما بدها تمنع. بلبنان ما بدها تمنع الطالب الفلسطيني عن تربيه وطنيه لفلسطين وانتماء لفلسطين الا بعض المظاهر وبعض الاحتفالات الشكليه اللي بتصير احيانا بالأونروا، مع ان الأونروا بتدرسه مع في الانسان والتعايش مع الاخر ومن فتره ولا بلاش. اذا احكي لكم نقطه صارت معي في حياتي. كنت مدرس، درست صف ثاني ثانوي ادبي، اول ما كنت مدرس يعني اول حياتي كنت ثاني ثانوي، درست صف ثاني ثانوي ادبي في 54 طالب. صدقوا يا جماعة 54 طالب كنت ما أقدر، يعني بدي أسمع بس أسمع منهم أحكي لهم أصلح دفاتر مصيبة
اطلع امتحانات مصيبه يعني والله كنت اكره الامتحان 54 ورقه بدك تصلحها، كنت احب اجيب اسئله سهله عشان قاتل 54 طالب. نعم، اذا ما في تربيه وطنيه موجوده في المدارس. هذه اهم المعاناه التي يعاني منها المخيمات. هذه المعاناه موجوده يا جماعه لكل المخيمات، مش بس المخيمات اللي في الاردن ولا في لبنان ولا في سوريا، كل المخيمات. طبعا تختلف من دوله لدوله، لكن معاناه موجوده، بعض مخيمات اقل من مخيمات، يعني مثلا وضع غزه الان اصعب لانه لاجئ ومحاصر وحرب. لاجئ محاصر حرب، يعني معاناة مركبة. طيب المخيمات الفلسطينية في أي دول موجودة؟ يعني مثلا في الخليج مخيمات فلسطينية، في العراق، ها؟ طب وين موجود؟ نشوف الجواب. الأردن صحيح، الضفة الغربية صحيح، لبنان صحيح، سوريا صحيح، قطاع غزة صحيح. إذا ضفة غزة، الأردن، سوريا، لبنان. للأسف مثلا العراق ما عندنا، والعراق يا شباب كان عندنا 40,000 فلسطيني في العراق، للأسف الآن 6,000 قتلوا منه الصراع الطائفي العنصري في العراق، قتلوا أكثر من 400,000 فلسطيني. 400,000 فلسطين. وبعدين الآن تشتتوا، إشي بالأردن وإشي في تركيا، وشي راح بسوريا، وشي راح البرازيل، وشي راح فنزويلا، وشي راح إيطاليا. الآن العراق بعد ما كان فيها 40,000 أو 35-40,000، بعض ما صار 50,000 فلسطيني، الآن صار في العراق فقط 7,000 أو 6,000 فلسطين. حياك الله أستاذ إسماعيل. هاي أستاذ إسماعيل بقول أنا فلسطين في العراق، بقول 3,000 فقط. وحتى اللي راحوا الفلسطينيين العراقيين اللي راحوا لبرا ما مش ظروفهم احسن. في ناس راحوا للبرازيل ورجعوا، في ناس راحوا لهنا ورجعوا. نعم. نعم يا نسيمة، في فلسطين، في الجزائر بس مش كثير، تقريبا الجزائر احنا فيها 2500 فلسطيني. هذه المناطق اللي فيها مخيمات فقط اللي فيها اعداد كبرى من الفلسطينيين. العراق رفض يسوي مخيمات لهم فأخذوا مسكنهم من أولها. المخيمات في البلاد اللي فيها تجمع كبير فيها مخيمات فقط. السعودية فيها أكثر من 500,000 فلسطيني بس ما عندهم مخيمات مثلا. الإمارات فيها أكثر من 300,000 و 250. نعم. الضفة الغربية فيها 20 مخيم. هاي خريطة الضفة، هاي 20 مخيم. مخيمات من أقصى شمال الضفة إلى جنوب الضفة. أي خمسة يا أختي كثير أو يا بنتي كثير فيه. نعم، عندنا مخيم عايدة، عندنا مخيم عقبة جبر، مخيم عين السلطان، نويعمة، مخيم الأمعري، مخيم دير عمار، مخيم الجلزون، ومخيم قلنديا، ومخيم دهيشة، ومخيم بيت جبريل، ومخيم العزة لأنه عائلة العزة كانت أكثر عائلة فيه، وعندنا مخيم الفارعة، ومخيم العروب، ومخيم بلاطة، ومخيم عسكر، وفي مخيم عسكر الجديد والقديم طبعا مخيم واحد، مخيم عين بيت الماء يسموه عين بيت الماء بس باللهجه العاميه الفلسطينيه مخيم عين بيت الماء، وفي مخيم طول كرم. احسنتي انا شكل مخيم طول كرم انس، وعندنا مخيم الفوار، ومخيم نور شمس، ومخيم جنين، ومخيم شعفاط اللي هو مخيم الابطال اللي سمعتوا منه كذا شهيد في الانتفاضه هاي كان من مخيم شعفاط الله يرحمهم ويتقبلهم ان شاء الله. مخيم شعفاط هو تحت القياده الصهيونيه في اتفاقيه اوسلو. مخيم شعفاط كل أهله معهم هوية القدس تحت، ولكن بالحقيقة أثبت مخيم شعفاط أنه مخيم رجال ومخيم أبطال كحال كل المخيمات الفلسطينية، مخيم معروف كنا، ومخيم جنين، مخيم الأبطال، مخيم مذبح الجنين المعروفة موجود. مخيمات قطاع غزة عددها 8: جباليا، نصيرات، الشاطئ، البريج، كان يونس، المغازي، دير البلح، رفح. لكن الغريب انه اكبر مخيمات فيها كثافه تقريبا مخيمات غزه. يعني عندك ثمن مخيمات في غزه فيها اكثر من 600,000 فلسطيني. يعني معدل 70,000 في كل مخيم. بالمعدل. اذا مخيمات الضفه الغربيه لا عددها بسيط
6000 7000 8000 10000 19000 12000 11000 مخيمات ضفه الاعداد قليله، لكن مخيمات غزه يعني فيها كثافه سكانيه عاليه جدا. اللي فيكم بيعرف جباليا مش معسكر، اهل غزه بيسموا المخيم معسكر، جباليا مش معسكر، مدينه، مدينه اسمها جباليا. مخيمات الاردن فيها 10، مخيم الزرقاء ومخيم اردد ومخيم الحسين ومخيم الوحدات ومخيم صوص ومخيم الطالبيه ومخيم ماركه ومخيم حطين ومخيم الحسن ومخيم غزه ومخيم البقعه. سؤالي، مخيم الوحدات ليش سموه مخيم الوحدات؟ مين بيعرف؟ لانه اول ما جابوهم سكنوهم في وحدات سكنيه، لا يا خلفاء مش طريق الوحدات، انما سكنوهم في وحدات سكنيه فسمي مخيم الوحدات. للامانه اصعب ظروف ظروف مخيم غزه، لانه مخيم غزه الناس ما عندهم جنسيه اردنيه، عندهم يسموه جواز مؤقت بدون رقم وطني، ممنوعين من بعض الوظائف والتعليم، وفي عندهم مشاكل بالحقيقه، فوضعهم صعب وعددهم تقريبا ربع مليون. مخيمات سوريا وعددها 10، خان الشيح وحمص والنيرب وحما وخان دنون ودرعا ودرعا الطوارئ ومخيم جرمانة والست زينب وبينا، وعندك مخيم الأم والأب للمخيمات الفلسطينية وهو كان عاصمة الشتات الفلسطيني، مخيم اليرموك اللي المعاد مخيم صار خراب اسمه اليرموك. وأنا بتذكر قريت سابقا في سابق عهدي إنه شارون عليه من الله ما يستحق قال لك يوم يا مخيم يرموك، وفعلا مخيم يرموك أيها الإخوة وبيد لم يبقى بعد ما كان في يوم الأيام وصل مخيم يرموك 130,000، الآن مخيم يرموك لا يوجد به 1000 للأسف وبيد وقتل أهله والأسف بنيران صديقة، بنيران صديقة ليست بنيران عدوة، بنيران يفترض أنها زميلة وصديقة. مخيمات لبنان وعددها 12 مخيم، وهي عين الحلوة، الرشيدية، برج البراجنة، البرج الشمالي، صبرة، شاتيلا، البداوي، والبص، والجليل، ويفل، ومار الياس، والمية مية، وضبية، ونهر البارد. صبرة شاتيلا مخيم واحد، نعم. هذه مخيمات لبنان وأهمها لبنان. نعم. ما هي أوضاع الفلسطينيين في لبنان؟ بالحقيقة أنا ما بدي أدرس أوضاع الفلسطينيين في الأردن وفي سوريا وفي غزة وفي الضفة، لأنه تقريبا حياة المخيمات واحدة، لكن لبنان وضعها صعب، لبنان وضعها صعب. نعم يا عبير، عبير بتسأل صبرا شتيلا اللي حدث في مجدر، نعم هو صبرا شتيلا ودمر ولم يعد الآن مخيما قائما، بينما في منطقة اسمها منطقة صبرا في بيروت. الآن حناخذ هذا الفيديو في عبارة عن وخليكم معي تقريبا 3 دقائق تحكي لنا عن اوضاع المخيمات في لبنان، وركزوا معي كويس حتى تشوفوا كم وضعهم يا اسماعيل صعب. تفضل الفيديو. فيك تكبر الشاشه من عندك؟ فلسطينيون في لبنان. عدد الفلسطينيين المسجلين 483,000، وهناك أكثر من 35,000 فلسطيني غير مسجل في سجلات الأونروا. عدد الفلسطينيين الموجودين فعلا في لبنان 300,000. 5,000 فلسطيني ليس لديه أوراق ثبوتية. الحقوق المدنية والاجتماعية. 61 مهنة يمنع الفلسطيني من مزاولتها، منها الطب والهندسة والمحاماة. يمنع الفلسطيني من التملك ويسمح لكثير من العرب والأجانب. خدمات الأونروا غير كافية مقارنة باحتياجات اللاجئين التي تزداد مع زيادة عدد اللاجئين، ولا يحق لهم الاستفادة من القطاع الحكومي.
66.4% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية. بعد 67 سنة من اللجوء، اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم من حقوقه المدنية والاجتماعية ويعامل معاملة الأجنبي، ولا يوجد أي قوانين تضبط العلاقة بينه وبين الدولة. تقدم الأونوروا خدماتها التعليمية للاجئين في لبنان. نسبة التسرب من المدارس عالية وفق المقاييس العالمية، وتصل في بعض المخيمات إلى 18% تراكمياً. 6% من الفلسطينيين يحملون شهادة جامعية. الخدمات الصحية لا تمثل الحد الأدنى من المطلوب، ويعجز الفلسطيني عن علاج نفسه في المستشفيات اللبنانية. معظم الأمراض المنتشرة في أوساط اللاجئين هي أمراض القلب، الربو، السكر والضغط. 95% من اللاجئين الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي. مخيمات اللاجئين: يوجد في لبنان 12 مخيم، وهي نهر البارد، البداوي، وفل، الجليل، إضبية، شتيلة، مار الياس، برج البراجنة، عين الحلوة، المية المية، البرج الشمالي، البص، الرشيدية، بالإضافة إلى وجود 58 تجمعا. هناك مخيمات دمرت من الاحتلال والحرب الأهلية، مثل النبطية، تل الزعتر، صبرا وشتيلة. 66% من مساكن المخيمات تعتبر غير صحية. يعاني الفلسطينيون في لبنان من البطالة التي تصل لنسب عالية ومرعبة، وقد تصل إلى 56%. مساحة المخيمات لم تمدد منذ إنشائها، كما يمنع التوسع عموديا في البنيان، لذلك هناك حظر لإدخال مواد البناء لأكثر المخيمات. تدار المخيمات من قبل الفصائل الفلسطينية وفق تفاهمات داخلية وتنسيق بينها. عام 2007 تم تدمير مخيم نهر البارد وتهجير أكثر من 38,000 لاجئ فلسطيني إلى مختلف المناطق اللبنانية والخارج، وما زال ملف إعادة الإعمار مفتوحا. أكاديمية دراسات اللاجئين. في تعليق أو سؤال أو اعتراض؟ صحيح يا نسيب. طبعا الفيلمين هذول عرضناهم اليوم من الانتاج الاكاديمي، موجود مع كثير من الافلام على موقع الاكاديميه، ممكن تشوفون باي وقت لو دخلت في يوتيوب اكاديميه دراسات اللاجئين. صحيح يا عباده. نعم طبعا انتم بتعرفوا نسبه التعليم لدى الفلسطينيين نسبه عاليه جدا، لكن الفلسطينيين في لبنان نسبه التعليم متدنيه جدا، تعليم الجامعي، لان الجامعات مرتفعه جدا. سؤال مروان، سؤال مهم، مسؤال مهم. في حال ارتكبت جريمه في احد المخيمات، للاسف الاجزاء المسؤوله عنه هي داخل المخيم، واذا وصلت القضيه للمحكمه وصار مطلوب للحكومه اللبنانيه بتخبى بالمخيم. الحكومه اللبنانيه، الجيش اللبناني ما بتخبى المخيم، انما المسؤول الفصائل الفلسطينيه هي المسؤوله عنه داخل لبنان، داخل المخيمات. لاجل ذلك احيانا بعض اللي بفروا من العداله وبهربوا من العداله بيروحوا يتخبوا في المخيمات، وهي تعطي صوره سلبيه جدا عن الـ أستاذ عبير، سؤالك مهم، ليش بيعملوهم هيك؟ صراحة في أكثر من سبب. السبب الأهم إنه لبنان هي بلد أصلاً فيها بلد غير استقرار وفيها تجادل طائفي. الآن الفلسطينيين كلهم سنة، لبنان فيها صراعي سني شيعي درزي مسيحي ومسيحي واحد مسيحي اثنين. فهذا الشعار، هذا الشعار، هذا الصراع انعكس على الفلسطيني، فصار إذا الفلسطيني بقضي حقه إذا دعمت السنة ضد الشيعة، أو السنة أو المسلمين ضد المسيحيين، وهكذا. الشهادات العلمية عن طريق الجامعات يا أخي، بس الجامعات للفلسطينيين غالية جدا، فما يقدر عليها أي حد. وبعدين لما أنا أشوف أخوي تخرج طبيب ولا مهندس ما بيشتغل بتخصصه، شو بده بهالشغلة؟ خلص بتعلمش. الأنورة بتقدم الخدمات بس للإعدادي أو للثانوي، للثانوي بسموها بكالوريا. يعني لا مش بتدخلش بالمرة، بتحط قوانين وأحيانا قوانين صعبة، والحقيقة الفلسطينيين في لبنان هم ضحية التجاذبات الطائفية. خلصنا عرض الفيديو.
انا بس حبيت اعرض عن تسليف لبنان لانه عنده مشكله حقيقيه صراحه. طيب في الحقيقه انا لو سالت هذا السؤال، هل ممكن بعد اللي شفناه ان نعود الى ارضنا؟ هل في امل انه الفلسطيني يرجع لارضه؟ اكيد. طيب انا بدي اعطيكم برضو امثله بالارقام، امثله بالارقام. هذه خريطه ايش يا جماعه؟ مين بيعرف خريطه ايش هاي؟ اي خريطه هاي؟ خريطه ايش؟ ها شباب صحصوا معي. لا مساك بيوتك. خريطه العالم، الوطن العربي. صحيح صحيح، العالم العربي. لاحظوا لاحظوا اللي باللون الزهري كانت مستعمره من قبل الانجليز، السودان، مصر، الاردن، العراق، فلسطين، عمان، اليمن، كانت مستعمره الانجليز، جزء من الصومال. بالاخضر كانت مستعمره من قبل الفرنسيين، الجزائر، المغرب، موريتانيا. والاصفر كان مستعمر من الاسبان، زائد الاستعمار الايطالي اللي هو بالازرق. نشوف كيف وضع الان الوطن العربي. الجزائر تحررت من الاستعمار بعد 132 سنة بثورة المليون شهيد. كم سنة؟ 132 سنة، احنا 68 سنة. مش اقصد انه مش مبرر بعد 132 سنة الجزائر تتحرر وانت تقول لا بدي اصالحهم، بدي اعطيهم، بديش فلسطين، اعطوني اي شيء. زي يا جماعة الحق ما بيضيع اذا بتضلك تطالب فيه. وكان عندنا رجل كبير السن من جماعتنا الله يحفظه، رجل عشائري، رسول عشائري، كان يقول الحق على قدر طلابه، الحق على قدر طلابه. اذا طالب الحق قوي ما بضيع حقك، واذا حقك بتنساه بروح. نعم. اذا الجزائر تحررت بعد 132 سنه. المغرب كم سنه؟ 126 سنة استعمرت المغرب. 126 سنة. الإمارات الدولة الخليجية استعمرت 152 سنة. 152 سنة وتحررت. البحرين تحررت من الإنجليز بعد 110 سنوات. دولة البحرين 110 سنوات بعد 110 سنوات تحررت من الإنجليز. والآن أنا بعيش في البحرين ولا إلهم أثر، بالعكس في شوية ثقافة جيدة، نظام بريطاني ويعني تنظيم وشوارع وطرق مرتبة. فلسطين صار الآن 68 سنة تقريبا أو 67، 68 تقريبا. بيجي بيقول لك مستحيل وأنا مش إلي وأنا بدي أحررها وأنا بدي أقاتل. لا يا جماعة، بغض النظر يا جليانة، صحيح يا عمو جليانة داود، صحيح كلامك إنه عمو ما زالت فلسطين، ما زالت بعض الدول، صحيح. بس أنا أقصد إنه الدولة استقلت، الجزائر دفعت مليون شهيد واستقلت. فإذا أنا مش مبرر عندي إني أنا أنام أو أترك. لا، الأمل موجود وفلسطين ستحرر، ستحرر بإذن الله تعالى. هذا أيها الإخوة ما أحببت أن أتحدث به الليلة، والحقيقة أختم به بأن فلسطين ستتحرر بإذن الله تعالى، وتتحرر بإذن واحد أحد. ويعني فطول الفترة لا يعني أنه ستذهب. في سؤال؟ حبينا بهالجولة السريعة بالساعة وعشر دقائق تقريبا نأخذكم جولة في قضية اللاجئين الفلسطينيين. أرجو أن تكون الرسالة وصلت وأن الفائدة وصلت، ويعني تشرفتكم. إذا في سؤال أو أي فكرة أو رأي أنا حاضر. نعم المحاضرة انتهت وهذا ما عندنا. إذا سمحتم هنعمل جروب للواتس، احنا بقي عندنا محاضرتين في هذه الدفعه، هنعمل جروب واتس. اللي بحب يكون في جروب الواتس لهذه الدوره يرسل لنا رقم تليفونه اذا سمحتم،
على الايميل، يرسل تلفونه على الايميل عشان نعمل جروب وات. الايميل اللي هو هذا الايميل او الايميل بيجيكم منه رسائل او اي ايميل، اللي بيحب يكون بجروب الوات اللي خاص بهذا الجروب ان شاء الله. بدي حد يكتب الايميل يا جماعه، هي ايميلي انا بكتبه تم 44@hotmail.com. الله يبارك فيكم. شو السؤال؟ أرجو التوضيح، ما فهمت يا أستاذ فاتن. أنا إبراهيم مسك بتقول ما الفرق بين الاستعمار والاحتلال؟ أحسنت يا سؤال فاتن. فاتن بتقول أنت قلت إنه اللاجئين 70%، طب كيف في الداخل؟ وإحنا عندنا في غزة الضفة مجموعة من اللاجئين، عندنا بالضبط مليون في غزة، مليون 200 لاجئ، عندنا بالضبط مليون لاجئ، والبرة كلهم لاجئين، هيك صاروا نص بالنص. عندنا جوا خمس مثلا 6 مليون، برا 6 مليون. اللي جوا أهل الضفة تقريبا مليون 700,000 ومليون 200,000 لاجئين، أهل غزة مليون 200,000 لاجئين. حياك الله يا أستاذ. والله أستاذ مروان إحنا أول شيء بنعود، قتلش بقول لك ما فيش تو يعني، خلي نعود أول. شكرا يا فداء، أنت الرائعة. اللي أنا سألتني سؤال فداء بتقول ما الفرق بين الاستعمار والفرق بين الاحتلال؟ الاستعمار كان في لحظة ضعف في العالم العربي بعد سقوط الدولة العثمانية، فجاءت الدول الكبرى تقاسمت الأراضي فيما بينها زي ما شفتوا بالخريطة، وقسموا الأراضي بينهم كمستعمرات لهم. يعني مستعمرات يعني إنه إيطاليا استعمرت ليبيا، يعني هي المعنية بتحسين أوضاع ليبيا، وهي الوصية على ليبيا تقريبا، وهي بتعتبرها مزارع إلها تابعة إلها. أما الاحتلال فهو نوع من أنواع الإحلال، طرد حط ناس أهلهم محلهم. الله يحييك يا عبير، واهلا وسهلا بك وتشرف فيك، وارجو ان تكوني بخير دائما انت واهلك الفضلاء. تحيه للاهل طبعا. الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في عندنا محاضره ستكون عن المسجد الاقصى والقدس باذن الله تعالى مع الاستاذ محمود، حتكون محاضره مميزه باذن الله. انا حكيت اللي فيكم بحب يشارك في جروب وات للدارسين يرسل على الايميل ارسلته قبل شوي. يا عبد العالي هي قضية مصيرية مركزية، ما عندك قضية مصيرية مركزية، يعني قضية مصيرية صحيح ومركزية صحيح. يعني قد يكون في قضايا ثانية، مثلا على سبيل المثال مثلا يا جماعة الآن سوريا، عدد القتلى في سوريا يوميا أكثر من عدد القتلى في فلسطين. قضية سوريا قضية مؤلمة، قضية مهمة في هذه اللحظة، لكن هذا لا يعني أن قضية فلسطين هي قضية الأم والأهم والمركزية، بسبب حقيقة وجود احتلال غاشم ويقتل ويذبح وظالم، وبسبب عالم ساكت. بقول أنا اللي بحب يبعث رقم تليفونه، أو الآن يكتبوا الآن واسمه يمكن معنا، اللي بحب يدخل معنا بالجروب واتس للدارسين لهذا البشور يكتب رقمه هون أو على الإيميل. هاي الإيميل كمان مرة.
والله يا عبير تنتين، قضية إنسانية وقضية. نعم صحيح، حياك الله اشترى شقق. نعم طيب يا جماعة، في سؤال؟ في سؤال؟ طيب إذا ما في سؤال أو اقتراح، هي قضية أم باكولا صحيح. إذا نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم بنفس الموعد، أرجو أن لا تتأخر. أستاذ نسيبة، في كلام على أنه خفض الخدمات للعروة هي المنهجة ولها ما بعدها، في كلام زي هيك؟ نعم بقول اللي بيحب يرسل على الايميل رقم تليفونه حتى نعمل جروب وات الدارس، او اذا هون ما عندي مشكله ممكن تضع تليفونك هون او ترسله على الايميل، ونحن على الايميل بنرسلكم يا جماعه، على الايميل بنرسلكم كل يعني مثلا بعد يومين نرسلكم الماده اللي عرضتها انا اليوم زائد رابط الفيديو. اهلا وسهلا فاتن باذن الله. في سؤال اخر؟ في سؤال؟ أهلا وسهلا فيك يا إخلاص. تم يا أستاذ نسيمة، نسيمة من الجزائر ما شاء الله عليك. أهلا وسهلا بأهلنا بالجزائر. الجزائر قطعة من فلسطين، فلسطين قطعة من الجزائر، هكذا يقول الجزائري. يا أسماء الزناتي أخطأت بالرقمي. 00972 مش 999. والله أستاذ عبد الغني شوف، قضية التحرير هي قضية إرادة وإدارة. إذا توفرت الإرادة عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ثم توفرت الإدارة الواعية ستحل بإذن الله تعالى. لكن لا شك أن المنطقة بتمر بأزمة كبيرة، وهذه تعطل في المجموع، تعطل في المشروع الفلسطيني. الأزمة العربية الموجودة ما يحتاج، معروف يا أسماء الله يكرمك، أسماء زبونتنا يعني. شكرا يا سندس، شكرا لكم. والله يا أستاذ أشرف مرة ثانية المثل بدي أحكي أمثال، المثل اللي بتقوله جدتي المال السايب بعلم الناس السرقة. للأسف الفلسطينيين ليس لهم أب يدافع عنهم، وخاصة بالخارج يا أخي. للأسف صناع الرأي الفلسطيني إما مشغولين بانقسامهم داخل فلسطين، أو مشغولين بعلاقاتهم مع الكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات والسلام والمفاوضات. فالآن يعني لو أنت عندك رأي فلسطيني وقوة فلسطينية بتجبر لبنان تأخذ فلسطين حقه أو في أي مكان آخر وتحافظ على فلسطين. بس للأسف هذا ما قاعد يصير. صحيح صحيح، احنا اللاجئين الفلسطينيين اكثر الناس بتحس باللاجئين الاخرين لان ذقنا مرات الظلم. عشان احنا اكثر الناس بنكره الظلم لان ذقنا مرات، وبنكره اللجوء لان ذقنا مرات. فنتعاطف مع كل اللاجئين ونحترمهم. سؤال اخر يا جماعه، ان شاء الله الليله وبكره أسمى بتعمل جروب على الواتساب وبتضيفكم بإذن الله تعالى. بإذن الله. مرة ثانية شكرا جزيلا لكم وتصبحون على ألف خير.